احنا النهارده معانا نموذج مشرف للام والسيده المصريه، الحاجه فتحيه بتشتغل في مهنه سروج السيارات. الحاجه فتحيه بقى لها ربما اكتر من 40 سنه في هذه المهنه. بتفتخر بهذه المهنه لانها ساعدتها كتير في ان هي تربي اولادها وتعلمهم احسن تعليم. تعالوا نتعرف على رحله كفاح الحاجه فتحيه في مهنه سروج السيارات. دايما في قصة نجاح أي راجل بنقول وراه كل رجل عظيم امرأة، بس هل بحثنا في قصة المرأة نفسها اللي جعلت من الراجل مكانة عظيمة؟ احنا بقى بحثنا في شوارع مصر المليانة حكايات لحد ما وصلنا هنا، مكان بسيط في وسط البلد ولقينا فيه الحاجة فتحية. الحاجة فتحية يعني نموذج للسيدة المكافحة. الظاهر قدامكم إنها سيدة بتشتغل سروج سيارات، لكن اللي مش ظاهر واللي حابين نقوله ان وراء كل امرأة قصة عظيمة. الحاجة فتحية بقالها اكتر من 40 سنة في المهنة دي، قدرت تربي وتكبر وتعلم اولادها احسن تعليم، ولسه واقفة جنب جوزها لحد دلوقتي وبتفتخر بمهنتها. طب ايه السر؟ تعالوا بينا نعرف سر الحكاية. أنا بقالي 50 سنة في الشغلانة، أنا عندي 67 سنة، بقالي 48 سنة في الشغلانة مع جوزي الحاج خليل. هو في الأصل والدي سروجي وجوزي سروجي، فكان عندهم ورشة، فأنا حبيت الشغلانة فنزلت معاهم. يعني كنت بتعامل كصبي، صبي هاتي كذا نولي كذا نولي كذا كده، فبالعين العين بتاعتك هي اللي بتجيب الشغلانة، فلازم طول ما انت بتحب الحاجه اللي قدامك دايما تعملها كويس. اول ما اتجوزت كنت بواظب، كنت باخده عيلي، كان ابني الكبير اسمه محمود عنده دلوقتي 38 سنه، كنت باخده بحطه تحت البنك واعمل وعيط واقوم اكله وانيمه تحت البنك، واروح بالليل اعمل الاكل والشرب وكله، واقوم الصبح اعمل حاجتي برده وانزل الورشه الساعه 10، وكانت ماشيه الدنيا. لما عيالي كبروا بقيت اوديهم المدرسه واجيبهم من المدرسه واوديهم للمدرسين واجيبهم واروح الورشه واجي من الورشه. انا عندي ابني الكبير معاه بكالوريوس هندسه نظم معلومات بالانجلش، ومعايا مصطفى خريج سياحه وفنادق، والاثنين شغالين معايا، لازم يشتغلوا معايا عشان احنا ما ننقرضش. ما انا وابوهم لو متنا خلاص احنا قفلنا، لكن هم لازم يبقوا متواصلين، لازم مهنتي ما تنقرضش واسمي في السوق ما يروحش، تفضل برضو الحاجة كده. أي صنايعي يجي مش لاقي شغل لازم أشغله عشان يصرف على بيته وعلى أولاده. أولادي هم اللي اخترعوا يسموا اسم الحاجة، وزوجي برضو هو اللي اخترع اسم الحاجة. أنا لما بتيجي عليا أجازة عيد ولا أي موسم فيه أجازة أنا بتعب، لما بقعد في البيت بتعب، أول ما بنزل الشغل ببقى يعني حاجة تانية خالص. علاقتي بالزبائن حلوة قوي، لأن الزبائن كلها بتحبني، كل زبائن ما بيقولوش غير ياما. نفسي إن ربنا يكرمنا فيا وفي ولادي ويديني الصحة، ولو عندي 100 سنة هنزل أشتغل. نفسي بقى عندي مركز كبير قوي قوي فيه كل حاجة، سروجي ومكاني، نفسي في مكان يبقى عندي الحمد لله، وربنا هيدينا على ايد الرئيس ان شاء الله. اي حد عنده مكان يفتحه والرئيس بيدعم اي حد، الرئيس بيدعم اي حد وبيدي فلوس لاي حد اللي هو عايز يقف جد، لازم يشتغل عشان ياكل. يعني الصنايعي ده اكيد عنده بيت وعنده اولاد، لا انا بطلب ان هو ربنا يبعد عنه الشر اللي بره واللي جوه، بتمنى له الخير لان هو مش مخلي على جهده جهد، هو كل الناس واقف جنبها، كفايه المشاريع اللي بيعملها لنا، مش لينا، لاحفادي، مش لاولادي، لاحفادي. احفادي لما يكبروا هيلاقوا بلد غير البلد، منيا غير البنيه، هيلاقوا بلد اتبنت فوق البلد. احب اقول لهم ما تنسوش صنعكم ودايما ادوها الافضل عشان ربنا يكرمكم في دنيكم
وفي اخركم. ربنا يديني الصحة لغاية ما أقف على رجليا وأقابل رب كريم. ده اللي أنا عايزاه من الدنيا، إن محدش يشيلني لغاية ما أموت، حتى أولادي. حانه دايما الست المصريه بتكون يعني قد اي مواقف بتتحط فيها وقد اي مسؤوليه بتتحط فيها، ومساله انها تساعد بشكل كبير في دخل البيت بقت حاجه يعني حتى وهي في سن كبير، وحتى وهي بتشتغل يعني وظائف ما مش معتاده انه الست تنزل وتشتغل هذه الوظائف بالشكل ده. لكن حانه يعني ست فتحية ضربت مثل يعني عظيم في مسألة إنه الست تكون بتشتغل وبتشتغل بإيديها ومجهود كبير بتعمله علشان تقدر إنها تسند أسرتها. لا، وإحنا شفنا يعني أكتر من نموذج، شفنا سيدة الميكروباص المعروفة، وشفنا اللي في التوك توك، وشفنا يعني نماذج كتير بصراحة يعني بيضربوا المثل كل يوم بعد التاني في إن الست المصرية قادرة تعمل أي حاجة بكل تأكيد.